السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك خالة؟ كل الليل يبيك. خالة، موضوع شاغل النساء أكثرهم بالعراق هو أنه المرأة تهتم بالعمل أكثر ما تهتم ببيتها، برأيك شنو السبب؟ والله هذا تابع الرب البيت، لأنه لو هو مهتم بها كان اهتمت به وببيته معا. تمام، زين، يعني شو تشوفين أنت هاي الظاهرة يعني؟ هي طبعا مو ظاهرة، يعني غير صحيحة. يجب أن يكون الاهتمام متبادل بين المرأة والرجل، حتى هي المرأة، لأن المرأة معطاءة بطبيعة حالها، فهي راح تعطي وتهتم به وببيته وبأطفاله وبرغباته إذا هو اهتم بها. تمام، زين. طبعا أنا مديرة إعدادية، أنا هنا جاية دورة بأربيل من سامرة، أنا ماجستير لغة عربية، فيعني أتصور هاي وجهة نظري، أنا مقتنعة بها. والله وجهة نظرك كلش حلوة ورائعة يعني، بس يعني أحيانا نشوف إنه المرأة هي نفسها يزيد اهتمامها بالعمل أكثر ما يزيد بالبيت. عندها حاجة نفسية، عندها حاجة نفسية تريد تشغل نفسها، بيش تشغل نفسها بالعمل. لو لقيت أحد مهتم بها راح تهتم بعملها وتهتم بزوجها وتهتم بأطفالها وبرغبات زوجها بعد. لأن قلت لك هي المرأة معطاءة بطبيعة حالها. أنت إيش قد تنطيها هي تنطيك أكثر. تمام. يعني وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصى استوصوا بالنساء خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، يعرف الرسول ايش يحكي، يعرف. لو ما يعرف هذه المرأة هي معطاءة ما أوصى الرجال بها، فإياكم أن تسوءوا معاملة النساء. إن شاء الله. زين، أنت شو تشوفين نفسك خالة يعني مرأة تهتمين بالعمل بنفس الاهتمام اللي بالبيت لو أكثر بالعمل؟ أني باعتبار، يعني أنا أقصد لك باعتبار أنه الشارع والمجتمع دا يشوفك، فراح تصير النظرة يعني عليك. والله هو هذا أنا ما أقدر أقيم نفسي، هذا يقيمني مثلا زوجي أو هم أصحاب العمل، لكن قدر الإمكان إن شاء الله أني أحاول أرضى الأطراف كلها، لأن أنا سعيدة ببيتي. ان شاء الله دوم السعاده عليكم، وشكرا لكم. اهلا، شكرا لكم. السلام، شلونك حبيبي؟ هذا اخوي. عندنا موضوع اريد نستشيرك به، هو اهتمام المراه بالعمل اكثر من البيت، برايك شنو السبب؟ خلينا نقول والله هذا السبب هسه موجود، يعني المراه اكو بعض النسوان، مو كل النسوان، اكو بعض النسوان يعني يحبون يشتغلون خارج البيت ويطلعون يضوجون من البيت، يعني حتى اذا عندها فلوس تحب تشتغل انه تشوف بشر، تشوف نسوان، تشوف يعني تطلع على السوق، هاي تحب هذا الشيء. تمام، زين، برايك هذا تقصير من الزوج، يعني من زوجها انه هي تهتم بالعمل اكثر من بيتها؟ هذا اكيد صوت الزوج، هذا صوت الزوج، وهذا يعني ما يصير، لان يعني اذا الاب مشتغل من الصبح لليل والزوجه من الصبح لليل، زين الاطفال وين راح، شلون راح يتربون؟ تمام، زين، هذه انعكاسه راح تصير على البيت وعلى الاطفال اكيد، وعلى نعم تربيتهم. نعم، مستقبل الاطفال يعني مو صحيح، غير صحيح على مستقبل الاطفال. زين، ايش تنصح انت كرجل ان شاء الله على مقبل على زواج او متزوج؟ ايش نعم تنصح انه الرجال اللي مثلك شلون يهتمون بالمراه اكثر او شو يسوون؟ يعني انصحه يهتم، يعني يهتم بنفسه، يعني هو يعني المراه تظل بالبيت، يعني ايش مهما يكون المراه تظل بالبيت تربي الاطفال. زين، يعني انت ضد فكره اصلا المراه تتوظف؟ لا عادي توظف، بس اكو مثلا اذا هي طلعه واحد خارج البيت، مثلا طالعين خارج البيت الاطفال راح يكون وحدهم او فتش، بس اذا المراه متزوجه مثلا موظفه ويم اهل زوجها اكو من يربي اطفالها، عادي شغله عاديه مثلا موظفه. صح، اكيد يعني اكو من يرعاهم بغيابها هي. نعم، اكو من يرعاهم، بس اما اذا مره مثلا طالعين خارج البيت وحدهم وتخلي الاطفال مثلا بالبيت عايفتهم، حتى أوه. أنا أشوفها شغلة خطرة يعني. خطرة، أنا صارت بي هاي الحالة، شفتها بفندق هنا بأربيل، يعني زوجته مشتغلين بكوفي، عافوا الأطفال من الصبح إلى الليل وحدهم بالشقة بدون أي اهتمام، أي اهتمام. ما عندهم لا يعني مثلا نقول عنها خادمة أو غير شيء، ماكو أي شيء، أي اهتمام، الشاشة قاعد بالفندق يعني حاطينهم أكل مت شنو عارفين من الصبح إلى الليل، هذا اكبر غلط، يصير حريق، انفجر عليهم قنينه، جيزر لا سمح الله. نكتب لهم السلامه ان شاء الله، شكرا لك حبيبي، ممنونين حبيبي. حياك الله. بعدنا متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين، وخلونا نشوف عائله اخرى. شلونك خاله؟ زين الحمد لله تمام. زين، عندنا موضوع اريد ناخذ رايك بيه، انه المراه تهتم بالعمل اكثر ما تهتم بزوجها، برايك شنو السبب؟
تهتم بالعمل يعني عمل خارجي او اي عمل وظيفي او الخارجي اللي هي مشتغله به اكثر من زوجها تهتم به، شنو السبب اللي يخليها تهتم به؟ كل انسان يعني يطمح للافضل، يعني تحاول انه تتقدم مراكز او هيك شيء، بس يعني مو انه تهمل الرجال وانما هي تطمح يعني تم للافضل يعني، وهو يفكر انه هي لا انه هملتها او هملت البيت، لا ما في شيء. زين برايك يعني احنا بدنا نشوف انه حالات تصير حالات طلاق وهاي، والاغلبيه تصير بين المراه اللي هي مشتغله او موظفه، هذا برايك تقصير من الزوج او هي يعني غير مهتمه؟ اكو لا بعض اللي بيهم يعني ما يحبون انه الرجال يكون متحكم، او بعض الرجال ما يحب زوجته تكون ناجحه اكثر من اللازم، يعني يكون مستوي هو وياها بالمراتب. زين صحيح. زين ايش تنصحين انت النساء بصوره عامه؟ يعني عادي ما بيها شيء اذا المراه تشتغل او يعني هي هم تساعد زوجها، وخلي يعني شويه هاي هم المستويات اكو بيهم يفكرون بيها انه هي اعلى وهي اكيد. يعني انت مع فكره انه التساوي بين الرجل والمراه؟ التساوي بين المراه وكافه الحقوق كل شيء اكيد. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماش خاله؟ هلا بيك خاله. عندنا موضوع اريد ناخذ رايك بيه انت كعنصر بالمجتمع او كمراه، اهتمام الزوجه او المراه بصوره عامه بالعمل اكثر من اهتمامها بزوجها او بالبيت، شنو السبب برايك؟ يعني اهتمام المراه يكون بالعمل اكثر من اهتمامها بالبيت، ليش؟ شنو السبب؟ حاليا صح يعني اكثر شيء بالعمل. ليش؟ شنو السبب؟ هذا والله أنا ما أشتغل. يعني أنت برأيك شنو السبب كتحليل؟ ما ساعد زوجها بالمعينة مال مصرف مال البيت. زين اهتمامها هذا ما يعني إنه تهتم بس بعملها وما تهتم بالبيت؟ لا عادي ماكو بعض بالنساء تهتم بالبيت وبالعمل، ماكو فرق هيك. يعني أنت تشوفيها بين العمل وبين بين زوجها والبيت. هاي اكو حالات، الحالات الثانية يكون مهتمة فقط بالعمل، ما تهتم بالبيت وبتنظيفه وبتربية الأولاد، وهذا ينعكس سلبا على طبعا على تربية الأولاد وغيرها. لا ماكو بعض هيك، بعض أشياء لا، متوافقة بين العمل وبين البيت. يعني كلهم هسه تقنعيني إنه كلهم موجودين؟ عاد والله ما أعرف، أنا اللي دا أشوفها قدامك بين البيت وبين العمل، يعني قاسمين نص العمل ونص البيت. تمام. زين خالتي موظفة؟ لا بالبيت. ربة بيت. ربة بيت. شكرا لك. أهلا وسهلا. استاذ رايك بهذا الموضوع اللي سمعناه من الاخ هنا قبل شويه يقول انه لازم يتكافئ يعني يصير تقريبا موازنه بالحياه. كلام منطقي بالنسبه له، بس اذا كان الرجل متمكن ويقدر ما يخلي المراه تروح للعمل يعني ويصرف على البيت ومسيطر على البيت ماله، فماكو مشكله المراه تقعد تدير امور البيت مالها، اطفالها تعتني، زوجها يجي من العمل يريد يعني محتاج اموره ترتيباته، بس اذا ما يقدر على الحاله يعني هي يعني اتفاق بيناتهم، اتفاق بين الزوج والزوجه يعني هي فتح حاله. زين زوجتك موظفه عمين؟ لا ربة بيت. ربة بيت. زين دا تشوفها انه مقصره ببيتها؟ لا ما مقصره. لا 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 ابدا ولا اخاف. ليش اخاف؟ لان انا دا اجي القى اكل جاهز، ملابسي، اروح للدوام، اجي من الدوام، الاطفال يعني هسه كنت احكي وياهم، انا اهلي ببغداد كنت احكي وياهم، ابني الولد ده شو يريد صار، انا راح اجيب له وياه الاحتياجات مالته. يعني خلينا نقول ما مقصر الحمد لله على بيتك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. زين شو توجه كلمه الى قناه سامراء؟ والله نشكركم على هذا الموضوع الجميل طبعا هذا، لان فعلا ده تصير حالات هواية طلاق، وهاي من هاي اسباب هاي مال الماء. والله ننصح النساء والرجال اثنين، مو بس يعني الامراه هم لازم تقدر موقف الرجل. الرجل هم موظف وهي موظفة، منو راح يدير البيت؟ صح لو لا إذا عندهم أولاد أو شيء تعتني بأمور البيت مالتها شوية. المرأة أكثر من الرجل على البيت، لازم المرأة أكثر من أكثر حرصة، لأن هي اللي تربي، هي أم، هي الأم أكثر من الزوج. طبعاً احتكاكها بالأولاد يكون أكثر، طبعاً تربيتهم تنعكس على تربية الأم أكثر شيء. أم أكثر من الرجل، الرجل دائماً خارج البيت من العمل، بعدين هماتنا ورا العمل هم يطلع عنده التزامات، عنده شغل. صح. شكرا لك عمي. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برايك عمي شنو اللي يخلي المراه تهتم بالعمل اكثر من اهتمامها بالبيت؟ شنو الدافع او السبب لهذا الشيء؟ المراه دائما تكون صادقه في مجال عملها، اولا حريصه على اداء الواجب بكل جديه وبكل اخلاص،
وتؤدي الواجبات المناطة لها من قبل مسؤولها أو رئيسها بكل صدق. فتشوفها يعني تهتم في مجال عملها أكثر من اهتمامها ببعض المواضيع الأخرى، وأكثر من الرجل في بعض الأحيان، لذلك يعني يناط لها أعمال كثيرة في بعض الدوائر وتأديها بكل جدية وبكل إخلاص وتطلع بنتيجة جيدة تختلف عن الرجل، لأنه يعني نقول عليها المرأة شلون قليلة الحيل، قليلة المشاغبة، قليلة ما عندها يعني شغلات مو زينة داخل الدائرة مالتها. فتشوف في مجال التدريس جيدة جدا، في مهنة الطب، في مهنة التمريض، في الوظيفة بأي عمل آخر. زين عمو، ما راح تشوف انه راح تقصر بالبيت تربية اولاد، او يعني هذا الاهتمام اللي راح يكون بالعمل راح يصير سلبا على البيت؟ انا اشوف المرأة اللي تكون جادة في مجال عملها او في وظيفتها تكون حريصة اكثر على بيتها وعلى تربية اطفالها وعلى على ما يتطلبه زوجها من زوجها منها داخل البيت. فاللي تكون جدية في مجال العمل تكون جدية ايضا في مجال داخل البيت، يعني ما كل العكس بالعكس. يعني خلينا نقول عموتة مع مساواة الرجل والمرأة بالعمل؟ ليش بالعكس، أصلاً المرأة بالوقت الحاضر لها دور كبير بالمجتمع، ويفترض أنه يعني أول قاضية بالدول العربية هي امرأة عراقية تبوأت القضاء وتحكم، طبعاً شغلة مو سهلة، وتحكم بالعدل وتأمر بالأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، والمرأة صحفية والمرأة موظفة والمرأة مدرسة والمرأة طبيبة والمرأة زوجة وأخت وحبيبة، يعني لها أدوار كثيرة وكبيرة في المجتمع. شكراً لك عمود، تسلم.